شهد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري الافتتاح التجريبي لمطار سفنكس الدولي، حيث تم هبوط أول رحلة تجريبية بالمطار لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة. أكد المصري أن مشروع المطار يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء المطار هو تخفيف الضغط الكبير على مطار القاهرة واستيعاب حركة النمو المستمرة للركاب، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة. ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري. أهلا بك سيادة الوزير. أهلا، مساء الخير. بنبارك على الافتتاح التجريبي لمطار سفنكس الدولي، أول رحلة تجريبية تهبط بالمطار لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة. أهمية هذا المطار بالنسبة لحركة الطيران المدني سيادة الوزير. طبعا التهنئة لكل الشعب المصري، طبعا تهنئة لقطاع السياحة وقطاع الطيران، تهنئة لأكثر المستفيدين طبعا اللي هو مدينة 6 أكتوبر أو محافظة 6 أكتوبر والشيخ زايد، الفيوم، بني سويف، المنيا، كل دول هيبقوا مستفيدين من مطار سفنكس طبعا. تفضل تفضل. ده اللي هو الشكل اللي هو التقليدي طبعا، لكن من جواه طبعا هيبقى فيه جزء سياحي رائع طبعا، سواء للسياحة اليوم الواحد خارج او داخل جمهورية مصر العربية. من الخارج طبعا ده وضع تقليدي اللي هو ان احنا ان شاء الله احنا بحرصين ان احنا مع شركة السياحة ان احنا يبقى في تنظيمات لسياحة اليوم الواحد. منطقة سياحية طبعا واعدة اللي هو المتحف الكبير ومنطقة الاهرامات والمنطقة الاثرية اللي موجودة في الجيزة، ده بالاضافة طبعا لل السياحه الداخليه. العادي بتاعنا دلوقتي ان بيبقى فيه شرم الشيخ والغردقه بيطلع منها سياحه اليوم الواحد وبيطلع يزور الاقصر واسوان وبيرجع في نفس اليوم او بيرجع بعد يوم او يومين. ده ممكن يتم برضه في مطار سفنكس. يعني الموقع بتاع سفنكس ده موقع استراتيجي رائع، هيبقى بيخدم كل السياحة الداخلية والخارجية. ده بالإضافة إن اللي دايما نفتكره اللي هو المنطقة الزراعية اللي بقت موجودة بقوة في وادي النطرون والمنطقة اللي هي على الطريق الصحراوي، وقد إيه المنطقة دي واعدة بالنسبة للتصدير. ولما عملنا كونتاكت مع الوكلاء والشركات الكبيرة، زائد إن إحنا الفترة الجاية هنعمل كونتاكت مع الهيئة الاستثمارية للتصدير، بحيث ان احنا نقدر نصدر منتجاتنا الزراعية وتقدر انها توصل اوروبا ان شاء الله في نفس اليوم، وده ينزل اسواق اوروبا في نفس اليوم، هيبقى اعتقد العائد بتاعه عن طريق هذا المطار. يعني يمكن كان لحضرتك تصريحات يعني قلت فيها ان مشروع المطار بيتماشى مع الاهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يعني هذا جزء بالتأكيد هذه المنطقة الزراعية التي تتحدث عنها واستفادتها من وجود مطار سفنكس. اكيد انا بتفق مع حضرتك تماما، وده زي ما انت بتقول ده الجزء اللي المستقبل مصر. خريطة مصر بتتغير، وزي ما قلت الشكل بيتغير يوم عن يوم. الجزء الخاص بالمواني بشكل عام، اذا كان مواني جويه او بحريه، ده قد ايه تنميه وقد ايه اقتصاد رائع بالنسبه لمستقبل مصر، فبالتالي العائد بتاعه هيبقى العائد على بلدنا وعلى شعبنا. ايوه طيب، ده الافتتاح التجريبي سياده الوزير للمطار، متى سيتم الافتتاح الرسمي؟ ده تشغيل تجريبي، والتشغيل التجريبي بيبقى احنا بنراعي فيه كل متطلبات اللي هو الافتتاح الرسمي. أيوة. بحيث ان احنا بنراجع كل تأميناتنا، بنراجع اللي هو مطالب الهندسية، بنراجع المطالب الفنية لجميع اللي هو الطرازات اللي ممكن تنزل المطار، بنراجع اللي هو مطالب التشغيل بالنسبة للراكب، بحيث ان ما يبقاش في أثناء الافتتاح الرسمي او بعد الافتتاح الرسمي اي مطالب تبقى الا
اللي هي مستقبليه، اللي هي بعد 5 سنين او 10 سنين. مطالب توسعه للمطار يعني لزياده درجه استيعابه بعد ذلك. طيب ازاي هيخفف هذا المطار سياده الوزير من الضغط الكبير الموجود الان على مطار القاهره؟ ده يمكن ابتدى يبقى واضح بالنسبه لنا للمحافظات زي برج العرب، بالنسبه لاسكندريه زي سوهاج، بالنسبه لمحافظه سوهاج واسيوط، ان بقى العماله اللي هي بتيجي من الدول العربيه بقينا نقدر ان احنا ننزلها في المطارات القريبه من المدن اللي بيقطن فيها اللي هو الركاب، وبالتالي خفف كتير عن القاهره الدولي. ده نفس النظام بنفس الشكل اللي هو بالنسبه ل 6 اكتوبر والشيخ زايد والفيوم وبني سويف. ده اللي احنا شايفينه مستقبلي، ان هيبقى بيخفف كتير وبناخد جزء من العماله كتير. ده بالاضافه طبعا هيبقى زي ما قلت وبكرره مع حضرتك، ان هيبقى كان مطلب لمدينه 6 اكتوبر ان هو ايه امكانيه ان يبقى في طيران من اقرب حاجه بالنسبه له اللي هو سفينكس، اللي هو يقدر ان هو يتحرك بيها يروح الساحلي او مطروح، فده هيتحقق له في الفتره اللي جايه. ده في السيزون بتاع الصيف هيبقى رائع بالنسبه لمدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد والمنطقه المحيطه بالنسبه لنا. فكل ده بيخفف كتير على مطار القاهره، مش بس مطار القاهره، بيخفف على العاصمه اللي هو المدينه نفسها اللي هو الطرق والتحركات، لان كانت بتبقى تحركات كده على قد ما بيبقى ضغط مروري وتأميني بالنسبه للداخليه، لكن كمان بيبقى ضغط عصبي على الراكب اللي هو بيتحرك لمسافات صغيره ووقت كبير جدا نظرا عشان يوصل للمطار. بالظبط كده. طيب اخيرا سياده الوزير، عايزين نعرف من حضرتك خطه وزاره الطيران المدني خلال الفتره القادمه. احنا قلنا قبل كده اللي هو الفتره اللي فاتت كانت تنفيذ المطالب العاجله اللي هي المشاكل اللي كانت مؤثره على شكل قطاع الطيران، ودي اخذنا فيها خطوات بنسبه كبيره قدرنا ان احنا نتخطى المشاكل دي لجميع مطاراتنا، لشركه مصر للطيران والشركات التابعه. الفتره اللي جايه قلنا فتره التطوير ان شاء الله، اللي هو تطوير الاداء ابتداء من الفرد مرورا بكله بقى، هندسي وفني وتاهيلي، بحيث ان نشوف شكل قطاع الطيران. ودايما انا هتعود معاكم ان احنا نقول قطاع الطيران، لان لا يمكن ان احنا نفرق بين شركه والثانيه. قطاع الطيران يشمل جميع الشركات اللي هو داخل قطاع الطيران، تشوف قطاع الطيران بمطاراته بشركاته بالشكل اللي يتناسب مع كلمه قطاع الطيران في جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق ومبروك للمصريين الافتتاح التجريبي لمطار سفنكس الدولي. شكرا جزيلا لك الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.